البطولة طبعا بطولة قوية بتضم أقوى الفرق، الحمد لله المجموعة يعني كما توقعنا هنقف مجموعة صعبة من قبل ما نبتدي، نظرا لوجود 3 أو 4 فرق مصرية فطبيعي إن الفرق تتوزع على 4 مجموعات. رؤوس المجموعات نفسها كانت بتبشر إن البطولة المجموعة لازم تبقى جامدة، لكن إن شاء الله حظوظنا إن شاء الله يعني ربنا يسهل كده ونحاول نعدي فريق المجمع البترولي الجزائري وفريق السجون الكيني، هم العقبتين اللي في المجموعة. إن شاء الله اللعيبة يبقوا عند حسن ظني ويأدوا كويس، وده أملي فيهم، والفرقة إن شاء الله استعدت كويس، واحنا هندرس الفرق اللي هلاعبها. الجمهور الاهلي كان طول عمره هو اللاعب رقم واحد في كل الماتشات، انا شخصيا كنت بلعب استمتع وانا بلعب والجمهور الاهلي جمهور موجود في المدرج، فطبعا نتمنى له انه يتفرج على بطوله كويسه، واتمنى انه يدعم الاهلي بقوه ويدعم الشمس كمان بقوه.